الأخت هاني من مصراتة تسأل، تقول والدها يستعمل في جهاز غسيل عن طريق الرقبة، ويتعذر عليه الغسل بالماء أو الوضوء بالماء، فهل يجوز له أن يتيمم؟ لو إذا كان بهذه الصورة، إذا كان مريض، لأنه ما تبقت عليه، يقول أذن للمريض أن يتيمم. فأما إذا كان هو مريض ولا يقضي على الوضوء، له أن يتيمم، سواء كان الماء يعني يضره أو كان لا يقضي على استعماله. الذي يتيمم هو الذي يضر استعمال الماء ولا يقضي على استعماله، وهذا إذا كان لا يقضي على استعمال الماء فعليه أن يتيمم. نعم. وإذا كان يستطيع أن يتيمم بإعانة حد ولا يتضرر، فعليه أن يتوضأ. يتوضأ إذا كان يستطيع أن يتوضأ استعمال الماء بدون حتى بإعانة آخر، فعليه أن بدون يتوضأ ضرر، بدون من دون ضرر. ضرر، نعم. من دون ضرر، من نعم. دون ضرر. إذا كان يترتب عليك ضرر، فله أن نعم. يتوضأ.